الجمهورية التركية تحتفل كل عام في 19 من مايو أيار بعيد الرياضة والشباب، فتقوم احتفالات شعبية وحكومية في جميع المدن التركية، خصوصا في مدينتي سامسون واسطنبول. تعتبر هذه الذكرى بداية جديدة في التاريخ التركي التي بدورها مهدت الطريق لتحقيق الانتصار في حرب الاستقلال ثم تأسيس الجمهورية التركية. يعود الاحتفال بهذا اليوم وخصوصية مدينة سامسونج إلى إحياء ذكرى دخول أتاتورك للمدينة في عام 1919 إبان حربه مع الدول الحلفاء، إذ خرج من اسطنبول باتجاه سامسونج في هذا التاريخ. قاد أتاتورك قوات التحرير في الحرب ضد اليونانيين والبريطانيين والفرنسيين والإيطاليين، حتى تمكن قبل نهاية صيف عام 1922 من طرد القوات المحتلة من بلاده. وفي يوليو تموز من عام 1923 وقعت حكومة مصطفى كمال معاهدة لوزان التي كرست قيادته لتركيا باعتراف دولي. يطلق على هذه الاحتفالات التي تقام سنوياً بلقاء الوطن لأجل أتاتورك، وتنظم المراسم في ضريح أتاتورك وفي ميادين العاصمة، وتقام الاستعراضات العامة، كما تنظم البلديات مسيرات شبابية تنطلق في الشوارع الرئيسية وتحمل علم تركيا. وقد احتفل بيوم الشباب لأول مرة بمبادرة من فريق باشكتاش وبمشاركة غلطسراي وفنربهشة ومئات الرياضيين في استاد فنربهشة، ثم عمم الاحتفال على أنحاء تركيا بأوامر من أتاتورك احتفاء بالشباب التركي.